حضراء السيدات والسادات، اسمحوا لي أن أقول باسمكم جميعاً لكل التلميذات والتلاميذ المتميزين المتفوقين، ولكل اللقطات والأبطالات المتألقين، وقد أثلج صدري ملاقاة بعض هؤلاء من التلاميذ المتميزين في الحفل الذي أقامته أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات مشكورة بداية هذا الأسبوع احتفاء والمتوجين الجدد وبعض القدماء المتوجين الذين متوجين.
المتوجهين الذين متوجهون